لدينا شهداء من الكادر الطبي، تقبلهم الله، تقبلهم الله، تقبلهم. لدينا أصدقاء غادروا، تقبلهم الله. بعد عدة سنوات من الحادثة لساتها بتفيق بالليل، بتتفقد غرف أهله وولاده لتتأكد لساتهم عم يتنفسوا. بتمر عليها ليالي ما بتقدر تنام فيها، فجأة بضيق نفسها، بتحس حالها عم تختنق. مرات بيطلع حلم ومرات حقيقة، غالبا اللي بينجو من الكيماوي بضل طول عمره عم يختنق. ليلي كانت فارقة بحياة كتير من السوريين. ليلة الأربعاء 21 آب 2013، كتير منا ما كان شايف حالات الاختناق الجماعي والأسلحة البيولوجية إلا بالأفلام الخيالية، بس بهديك اللحظة شفنا أهلنا بالغوطة الشرقية المحاصرة عم يختنقوا واختنقنا معهم. لما يصير الهوى اللي هو شرط الحياة هو سبب الموت، بيكون المشهد أصعب من إنه ينوصف. صحيح إنه ما في دم وأشلاء، بس في رغوة عم تطلع من تم المصابين. أكثر من 10,000 مصاب، عضلاتهم متشنجة وعم ينتفضوا. الناس عم تسقط بالشوارع مثل وراء الشجر، غير اللي نايمين واختنقوا جوا بيوتهم. ريم وحدة من اللي انصابوا وقت كانت عم تحاول تنقذ أم وابن الرضيع. ما كانت ريم ممرضة أو مسعفة، بس بعد ما سمعت عبر القبضات باللي صار مباشر نزلت على المركز الطبي القريب عليها بزملكة، وطلعت مع فريق طبي ليساعدوا الناس، ومعهم سوائل وأدوات طبية مركبين بالمراكز اللي تجهيزها بسيط أساساً وبمنطقة محاصرة. بالوقت اللي كانوا عم يحاولوا يفيقوا الناس ويوجهوهم يطلعوا على الطوابق العلوية بالأبنية منشان يقدروا يتنفسوا، بلش النظام يقصف الطوابق العلوية براجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة. حكم بالإعدام الجماعي عم ينفذوا النظام بكل الطرق. قدرت ريم والفريق الطبي يساعدوا بعض العائلات يطلعوا من بيوتهم وأسعفوا بعض المصابين، واللي ما قدروا يعملوا لهم شيء كانوا أكثر بكتير. في ناس كانوا نايمين وبقيوا نايمين، بس للأسف ما عاد راح يفيقوا، وفي ناس فاقوا واختنقوا على مداخل بيوتهم. في أم انجبرت تحمل 2 من أولادها الخمسة، بس طلعوا اللي حملتهم كمان ميتين. هاي المشاهد والتفاصيل كانت عم تخنق ريم مثل الكيماوي وأكثر. أمام أحد الأبنية كان باقي معهم كمامة طبية وحدة، أخذتها ريم وفاتت على البناء بسرعة. وعلى باب البناء شافت وحدة من رفقاتها اللي كانت معهم قبل ساعات. تلبكت ريم كتير، شافتها مصابة وعم تتشنج، طلعتها لبرا لتاخدها سيارة نقل المصابين وتركتها معهم. بهديك اللحظات ما في وقت للتفكير، الموت بالهوى أسرع بكتير. كملت طريقة وطلعت على البناية، سمعت من إحدى الشقق نفس، فاتت بسرعة لقت سيدة، عطتها كمامة وساعدتها تطلع على طوابق أعلى بالرغم من احتمال تعرضها للقصف. آخر شي شافت ريم أم عم تحاول تحمل رضيعة وتطلع. الأم كانت متشنجة والرضيع واقع منها وعم ينفض نفض. شافت الرغوة وكانت عم تحاول تصرخ بس ما عم يطلع صوتها. بعد بساعات رجعت شوي شوي تسمع صوت عم ينادي لها، ريم ريم. كانت عم تحاول تقول سمعاني، بس كان لسانها أتقل منها وعيونها جمرتين وكأنه في صخور على صدرها. بعد الإبر والسيرومات قدرت تتحرك بصعوبة. كانت عم تشوف حواليها مئات من الشهداء المنتفخة جثثهم، عشرات الناس عم يدوروا بين هالجثث والطيران لسه ما وقف. طلعت من المركز الطبي لتشوف شو صاير برا، لقت جثث نساء بالشوارع طالعين بتياب البيت، سائقين للسيارات ماتوا قبل ما يقدروا ينقلوا المصابين اللي بسياراتهم، جثث لأطفال بتبعد عن جثث أهاليهم خطوات، شوارع كاملة من الشهداء وقفت مصدومة ومسعوقة. يا الله، كل هذا بليلي وحدي، أنا كنت مبارحة هون. بعد ما صاروا يجمعوا الشهداء خطر لكيف رح يدفنوهن كلهم دفعة وحدة. صاروا يحطوا تلج على الجثث لأنه حتى لو كان في برادات للموتى فما رح توسعهم كلهم. ما يقارب 1500 شهيد، معظمهم من الأطفال، قتلوا النظام الأسد بليلة وحدة. ليلي ما بس خنقت اللي استشهدوا، لسات عم تخنق كتير من اللي نجوا كمان. ما كانت أول مرة بيستخدم فيها نظام الأسد الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، بس كان أكثر شي بيوجع هو الطريقة اللي تعامل فيها العالم مع النظام. بعد هالمرة عاقبوه بسحب أداة الجريمة وكأنه مسموح يقتلنا بكل الطرق التانية، وطبعا رجع استخدم الكيماوي بعد هذا العقاب. الاختناق اللي لازم يصيب كل قاتل للشعب السوري وكل واحد استخدم الغازات السامة لساته عم صيبنا نحنا، لحتى تتحقق العدالة وناخد حقنا وحق كل اللي استشهدوا ونصابوا بالكيماوي. ليش مستمرين بالثورة؟ لأنه ما بنرضى يحكمنا نظام بيقدر يخنقنا أمتى ما بده.
غرقى ولا بحر، شهيق واحد يكفي لتمتلئ الشوارع بالزبد. غرقى ولا أرض ستمنحنا قبورا، إنما قبرا جماعيا يلم شتاتنا فنصير ندعوه البلد. والآن يا ثقبا بذاكرة الرئات، من الذي سيعيد تعريف الهواء لطفلة صرخت ولم يصح أحد؟ هذا اختناق للأبد.